مساء الخير خياتي خواتاتي بنياتي، اليوم ندير لكم بسبوسة اقتصادية كما والفناها. كنديروا حاجة للعائلة كبيرة وياكلوها كاع وليداتنا. عندنا نص كاس زيت، كاس حليب، وربع حبات بيض، ونص كاس سكر. خاطرش عندنا شربات، شوفوا درناه فوق النار، زوج كيسان سكر وزوج كيسان ما، هادو باه نشربوها بها. وعندنا لاستيس هذيك اللي وريتها لكم، قارص قشور القارص مع قشور تشينا، طيبيهم مع شويه سكر تولي كي شغل كاراميليزي، وتخبيها بالكونجيلاتور. كل ما تحتاجي هكا وصفه تجبديها وتنكيها بها. نبداو على بركه الله، ناخذوا هذوك ربع حبات تاعنا تاع البيض كلش نديروهم مع بعض. نزيدوا له نص كاس سكر، ونزيدوا نص كاس زيت، ونزيدوا الكاس تاع الحليب تاعنا. ونزيدوا هذيك اللي قشرناها وطيبناها اللي قلت لكم عليها، ناخذهم غير هكا معنا. ونضربوا مليح. غرفية تاع سميد متوسط، نزيدوا له جوج كيسات خميرة، ونخلطهم هنا هكذا. خلطوا، شوف هذاك السميد تاعنا متوسط مع هذوك زوج خميرات نوار، هي ليفيغ شيميك هم كاع يعرفوها. ونخلطها في الخليط هذاك اللي درناه هكذا. ونشوفوا القوام تاعها، لا نزيدوا لها ولا ما نزيدوا لهاش الخليط تاع السميد. نصبناها هكذا شويه خفيفه، نزيدوا لها نص غرفيه هكذا. صافي معنا تهديت لنا بول ونص من هذه، ونخلطوا. شوفوا القوام تاعها، اللي يحبها شويه خفيفه تجي خفيفه يدير لها كما قلنا غرفيه ونص من هذه، واللي يحبها شويه تجي ثقيله ومعمره يدير لها زوج غرفيات من هذه. وناخذوا هذا الخليط هكا في المول تاعنا، المول تاعنا نديرو في المول تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا. نحركوا برك هكا هكذا هكذا، جينا كي شغل تاع المول، ما هي خفيفه بزاف ما هي ثقيله بزاف. ونحطوها يكون الفوق تاعنا سخون بزاف، ونقص الفوخ ونحطوها كي طيب. تشوفيها طابت من تحت حمريها من الفوق، ومن بعد في خرجيها، ومن بعد نوري لكم كي نخرجوها كيف نديرو. هيتي ها هي حمرت لنا وخرجناها، دوكا ناخذ هذاك الشربات تاعنا وصبناه برد، وكانو هي سخونه هاكا. نسقيوها كامل حتى تشرب لنا. هكذا كما تشوفوا خياتي حتى تشرب لنا كامل البسبوسه تاعنا هكذا. ونشبحوها لي عندكم كاو كاو نوت كوكو، واش عندك في الدار ديريه. دوك نقسم لكم شويه وتشوفوا. ها شوفوا خياتي كيف جات، شوف البسبوسه تاعنا كيف جات شابه. شوف ها شوف جربوها ودعموني في قناتي وفعلوا الجرس. ربي يخليكم وبالسلام عليكم.